السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبع عزيزينا، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجينا بيدينا عامرين، اللهم بارك. عجوة بلجيكية المليح، السلعة ان شاء الله يعني من دابا واحد السيمانة غتستقل، غتكون في النواحي ديال المكناس. السلعة جاية من برا، اوزان جد مناسبة يعني متوسط بح 230 240 كيلو. بالنسبة للأثمنة يعني غتحدد تكون ما بين 45 حتى 48 درهم الكيلو على حسب الميزان. هذا ما شوفوا تبارك الله، السلعة دوري جين اللهم بارك. في النواحي ديال المكناس كما قلت لكم، واللي بغاها مرحبا به. ما تنساوش تشتركوا معنا في القناة إذا كيعجبكم المحتوى، باش ديما يوصلكم هذا النوع ديال الفيديوهات. هانتوما ما شوفوا تبارك الله، فروخة بلا أشكال اللهم بارك. كنصحكم بالبلجيكي يعني ما تندمش عليه، عطيه يعطيك، ما كيوقفش تبارك الله، كيبقى غادي كيف العادة. نخليكم إلى حلقة قديمة، وما تنساوش ديروا الاشتراك بالزر الأحمر باش يوصلكم ديما جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.